السلام عليكم وتحية طيبة لكل محبين قناة كريم كسر أينما كنتم، مرحبا بكم عام جديد. الفيديو ديال اليوم فيه معلومات جد مهمة، كاين واحد الفرصة ذهبية اللي بغيت نتقاسمها معكم. وكما كيقول المثل، الفرصة ملي كتجي خاص الواحد يستغلها. كنعتذر أن هذا الفيديو راه درتو معطل شوية، خاصني نديرو بكري لأن بحكم الالتزامات ديالي وبحكم أن البريباراسيون ديال البروجي اللي باغي ندير فكياخذ لي الوقت بزاف، ما كنقدرش أنني نلتزم معكم في هذه القضية هذه، أعتذر. الفيديو ديال اليوم المعلومات اللي هي كاينه فيه معلومات جد مهمه كتهم بالدرجه الاولى الشباب. كاين غدا ان شاء الله 31 ماي، انا كنصور فيديو اليوم 30 ماي، غدا ان شاء الله 31 ماي، فرصه ذهبيه لكل الشباب في برشلونه وبالضبط في ملعب الكامب ناو. اش غادي يوقع غدا في ملعب الكامب ناو في برشلونه؟ كاين واحد المؤتمر في النسخة ديالو العاشرة، هو المؤتمر الدولي ديال التوظيف والتدريب المهني، غادي تعرض فيه أكثر من 4000 منصب شغل. سمعوا الإخوة الخبر، هادشي هذا كنقول لكم راه مهم بزاف. الفرصة كتجي مرة واحدة في العمر، خاص الواحد يستغلها، تقدر تجي مرة أخرى ولكن الإنسان لا يجد الفرصة بيدو. هنا في هذا الفيديو كنوصي بالدرجة الأولى الناس ديال كاتالونيا وبأخص الناس اللي تابعين لبرشلونة أو خيرونة أو طراكونة أو المناطق الكاتالونية بصفة عامة، لأن الوقت ما بقاش، لأن المؤتمر غادي يكون غدا في الكامب ناو. ديال المؤتمر الدولي ديال التوظيف والتدريب المهني كما قلنا، وغتعرض فيه اكثر من 4000 منصب شغل. انا غادي نقول لكم كلشي كيفاش غادي ديروا تسجلوا باش يكون عندكم حظ انكم تكون عندكم المحظوظين انكم تاخذوا واحد المنصب شغل ديالكم او فرصه التدريب والتكوين في هذا المؤتمر هذا. اخوان اخوات، كما كيقول المقال في 31 ماي، هادشي راه في السي بي، يعني في المكتب الشغل ديال الدوله، غادي يكون حاضر تما السي بي حتى هو يكون عنده بيرو ديالو، تقدروا تمشيو عندهم وتهضروا معاهم. يعني الا خاصكم شي معلومات، الا خاصكم شي كتقرب لخدمه، الا خاصك شي تفسير، اي حاجه بغيتيها غتلقى بلا سيتا بريبيا بلا والو، المكتب ديال السي بي كاين حاضر تما في المؤتمر. سمعوا معايا شنو كاينه باش تفهموا بالضبط شنو واقع. قال لك في 31 ماي كامب ناو سيشمل مشاركة دائرة التوظيف جو برشلونة، هذا المؤتمر سميتو جو برشلونة. أنا نقول لكم دابا كيفاش غديروا تسجلوا باش تمشيو تنتوما، باش مين يشوفوكم ريخيستري غادي يخليكم تدخلوا. ستعقد النسخة العاشرة من المؤتمر جو برشلونة، سيفتح المؤتمر أبوابه في الساعة 9:30 صباحا وسيظل مفتوحا حتى 7 مساء، يعني غدا 31 ماي المؤتمر غيتفتح في 9:30 الصباح حتى 7 ديال العشية، نهار كامل ديال الحلال. كما قلنا، ومن المقدر أن يكون هناك أكثر من 4000 عرض عمل، إلى جانب دورات تدريبية وجلسة إعلامية لتحسين وستشارك ديال جو برشلونة، ستشارك أكثر من 100 شركة وكيان في التوجيه المهني. هناك أيضا مؤتمرات مجدولة وورش عمل وعروض وأنشطة في المواعيد السريعة وهاكون تكنولوجيا معلوميات والالعاب وجلسات مقابل العمل سريعه ومعلومات حول استخدام التقنيات الجديده والتعلم من خلال الالعاب. من ناحيه اخرى ستكون هناك مساحه تسهيل اتصالات العمل مثل الربط الشبكي مع المساحات التي تقدم الوجبات السريعه، عربه الطعام والبث الموسيقي في جذب افضل المواهب للشركات التي ستشارك في المؤتمر، خاصه مع المزيد من الخبرات والمهارات في استخدام التكنولوجيا بالاضافه الى تامل الالتزام بالموهبه الشابه. كاين اكثر من 100 شركه في مجموعه كبيره من الميادين، مجموعة كبيرة من المجالات، كتعرض أكثر من 4000 منصب شغل وتكوينات وتدريبات وبزاف ديال الأمور. تمشي المؤتمر، تدخل المؤتمر، تحضر، تشوف شنو كاين، تسفسر، تسول، تما تقدر تخرج خارج بالخدمة ديالك من تما. عندك شي حاجة كتفهم شي حاجة، أي حاجة، واخا تكون كتفهم، المهم أي حاجة، أي حاجة راه كاينة تما، لأن كاين أكثر من 100 شركة حاضرة. ما كرهتش نحضر تما صراحة، ما كرهتش نحضر، ماشي باش نقلب لا خدمة، ولكن ما كرهتش نحضر غير نشوف ونستفسر ونتكون، وعلاش لا، ما كرهتش نحضر، عندي واحد الالتزام مهم غدا، ما غاديش نقدر نحضر تما في هذا المؤتمر هذا مع الأسف الشديد. واخا أنا تريخيستريت، أنا تسجلت، كنت باغي نحضر باش نمشي نصور ونشوف ونسول ونبحث وناخذ خبرات ومعلومات، ولكن ما مع الأسف الشديد، الالتزام اللي عندي غدا هو التزام مهم. هنا كنوصي أي واحد صراحة إلا ما عنده ما يدار غدا، ولا كيقلب لا خدمة، ولا باغي يبدل الخدمة ديالو، ولا شي حاجة بحال هكا، كنصحو يمشي لهذا المؤتمر هذا اللي كاين في برشلونة، واللي كاين في ملعب الكامب ناو. بالضبط، ملعب الكامب ناو ديال برشلونة، راكم كتعرفوا الملعب ديال الكامب ناو هو الملعب ديال الإف سي برشلونة الإسباني. دابا شنو خصكم ديروا باش تمشيو لهذاك المؤتمر، وباش تكونوا تانتوما مريخيسترين، يعني داخلين في السيستيم، باش يعرفوكم اللي راكم بحال اللي مدعوين كما كيقولوا. غادخل تسجل في لاباج او في الموقع ديال jobarcelona.com. طريقه كيفاش ديال التسجيل انا غادي نوريها لكم دابا، وكنتمنى واخا انا الفيديو درتو معطل شويه، كنتمنى انكم
بارطاجيوه على وعسى، لان غدا عندكم نهار كامل. اي واحد غيشوف الفيديو بالصدفه يقدر يمشي ويحضر المؤتمر ويشوف ويتكون او يدبر خدمه او لا ياخذ شي معلومات او لا، لان حاجه بحال هكا هي مهمه بزاف. اوكي، فالمهمه ديالي انا درتها، المهمه ديالكم ديروا لنا لايك وبارطاجيو الاخوان، خليوا الخبر يوصل لاكبر عدد من الناس على الاقل في 24 ساعه اللي بقات مثلا، باش على وعسى نفعوا واحد العدد. الا كنا هذا الفيديو هذا دينا منه غير 10 ديال الناس مشاو حضروا المؤتمر واستافدوا ودبروا خدمه، فتبارك الله درنا واحد الحاجه زوينه في حياتنا. على اي كيفاش غديروا تسجلوا ترخيص ترارو؟ راه غراتيس، ما كتخلص حتى ريال. انا نوريك دابا كيفاش دير ترخيص ترار وتولي حتى نتايا صافي مسجل، باش غدا تمشي وتاخذ الطوموبيل ديالك ولا الطوبيس ولا اللي كان وتمشي للكامب ناو الملعب ديال اف سي برشلونه، وتكون حتى ثاني مريجستري غادي تدخل وغادي تحضر ان شاء الله المؤتمر. خليكم مع التسجيل كيفاش غادي تسجلوا باش تعرفوا الطريقه الصحيحه، وهي سهله بزاف، خليكم معايا. اذا الاخوان والاخوات كيف ما قلنا الطريقه ديال التسجيل راها سهله مهله جدا. غتجيو الموقع jobarcelona.com، هي طالعه هنايا، غديروا بحال هكا تكليكوا عليها غتطلع لكم باج ديالها بحال هكا. غتجيو هنا كي كتشوفوا jobarcelona 2022 31 ماي كامب ناو. لاحظوا معايا شحال من شركه، هادو كاملين شركات غادي يعرضوا انفورماسيون فرص عمل تكوين تدريبات كلشي. هاد الشركات كاملين كتشوفوا معايا كيكونوا حاضرين غدا ان شاء الله في ملعب كامب ناو في برشلونه. الخير والبركه ديال الشركات، يعني كل شركه وشنو جايبه شنو عندها وشنو كتقلب المواهب اللي كتقلب عليها باش تنضم للشركه. اذا باش تكون واحدين من هاد الناس هادو خاصكم تريخيسترالو. غتجيو لهنايا هاد البارتي هذا كما كتشوفوا ريخيسترا غراتويتامينتي بالي، غديروا بحال هكا تكليكيو عليها هاد الصفرة غتطلع لكم بحال هكا. هانتوما كي كتشوفوا السميه جيميل الكونتراسينيا، وعاود الكونتراسينيا هنايا ودير اريا ديال اريا دي ستوديوز، دير اي حاجه غير دير، المهم سيب وصافي ما كيهمش شنو درتي. وهنا كومو نو نوس اس كونوفيدو، كيفاش درتي تعرفت علينا؟ يعني كتقولوا تعرفت عليكم عن طريق يعني اما اليوتيوب، مثلا انا درت يوتيوب عرفتكم قدر دير عن طريق اليوتيوب والفيسبوك ولا جوجل ولا شغلك هذاك، دير اللي بغيتي ما كيهمش. كليكي على هذه نوصي الروبوت وكليك على ريخيسترا، سهله مهله جدا. انا ديجا راه ريخيسترات هنايا، درت سميتي درت جيميل ديالي والكونترا سينيا، اختار اي كونترا سينيا، اي كونترا سينيا دير على بالك تعقلها وعاودها هي النيت بحالها، دير الاريا اللي كتفهم فيها، دير كوزينه ولا دير كاماريرو ولا دير تكنولوجيا ولا دير الفن ولا شغلك هذاك، دير اللي بغيتي، دير اللي بغيتي وصافي، ودير اكسبت هنايا ودير نوصي الروبوت وكليك على ريجيسترا. سهله مهله العمليه تولي مريجستري، باش حتى اللي مشيتي تكون طالع لهم في السيستيم، غتكون عندك سهله الماموريه وغتكون ان شاء الله غتحضر وغتستافد. الا دبرتي اما دبر خدمه اما تكون اما دير شي تدريب اما اما اما، يعني الحضور غادي يكون مفيد بزاف ليك نتايا او انت اختي او اخي اللي كيشوف هذا الفيديو هذا. اوكي تفهمنا، العمليه سهله كنظن. اذا الاخوان كيفاش شفتوا طريقه سهله مهله ديال ريجيسترا، السميه والجيميل والمسائل وشنو كتعرف دير وفقط وفين تعرفتي على المسائل كامله، سهله مهله. اوكي باينه، نتمنى ان يكون نفعتكم بهذا الفيديو الاخوان. ما تنساوش لايك بارطاجي على وعسى، واخا ما يهمكش الامر، واخا انت خدام الامور ديك مزيانه بارطاجي على وعسى، ربما تنفع واحد اخر غدا، تقدر شي واحد يستافد من هذا الفيديو هذا ومن هذه المعلومات اللي فيه. تحياتي لكم كاملين اينما كنتم، حتى الفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.